فيه من الروبوتات الطبية مستقبل واعد وتقديم للرعاية الصحية. هذا ما كشف عنه جناح الدنمارك المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي من خلال تقديم أول عرض لهذه الروبوتات الطبية والتي لعبت دورا كبيرا في القطاع الطبي خلال جائحة كورونا. إذن ديالا سنتحدث أكثر عن هذه الروبوتات. لذلك ينضم إلينا في الاستديو الخبير التقني السيد نمر حسين الحصان. سيد نمر صباح الخير، أهلا بك في برنامج إكسبو هذا الصباح. بالبداية حابين نعرف منك أكثر عن هذه المبادرة التي حدثت في جناح الدنمارك وتقديم روبوتات طبية. هلا الجناح الدنماركي كان من الأجنحة الفعالة في إكسبو، وزي ما كنتوا شايفين إكسبو دبي عم بيخلي الناس تشوف شغلات ما كانت تشوفها قبل هذا الشغلة. فإحنا من زيارتنا للجناح الدنماركي وجدنا إنه في بعض الروبوتات تخدم الشغلات المصالح الطبية. من هذه الروبوتات اللي عجبني روبوت يقوم بحمل المرضى من سريرهم، وهذا طبعا نقل نوعية في أجنحة المرضى ونقل المرضى من مكان إلى آخر. حنون هذا الروبوت. نعم حنون حنون. لا هو بصراحة يعني الروبوتات، احنا كنا نحكي قبل الهوى شوي انه الروبوتات عم بتكثر تطور. هذا الروبوت حل مشكلة كبيرة، انه انت هلا مثلا مريض لما كان بالمستشفى بدك تحمل مريض من تخت لمكان تاني في حالة حرجة، مشكلة كانت فكان عندك بقول لك نسبة خطأ 33%، واغلب هاي المرضى ممكن يموتوا اذا وقع على الارض. فهذا الروبوت إجا حل هذه المشكلة. نعم صحيح. اللي يميز أيضا إكسبو هذا العام عندنا في دبي بأنه مليء بالروبوتات، من أول ما تدخل من البوابة وصولا إلى أي زاوية وأي جناح، هناك الكثير من الروبوتات اللي تستقبلك سواء كانت الأمنية أو حتى الخاصة بالأطفال وغيره. بالنسبة لهذه الروبوتات الطبية اللي موجودة في جناح الدنمارك، ما الذي يميزها وما مدى دقتها كذلك؟ تمام. هلا احنا زي ما قلنا هذا الروبوت بدل ما كان يشيله 3 4 5 يشيل موظف مرض الممرضين يشيلوا المريض ويحطوه بمكان ثاني، الان صار عندك واحد شخص واحد ممرض واحد يجي يستخدم هذا الروبوت يدخله ويشيل المريض ويحطه على السرير الثاني. فهون نسبه الخطا صارت عندنا قليله جدا، فهي دقه عاليه جدا على اساس انه احنا ما يكون في عندنا نسبه خطا فيها. تفضل عندك سؤال. انت بتضحك. الفكره والله عجبتني يا سيد نمر. يعني زي ما انتم شايفين بالفيديو فيه زي جويستيك اللي هي يد ذراع تحرك الجهاز، وبيقدر يجي عند سرير المريض ويشيله بكل دقة بدون نسبة خطأ فيه. يعني ما في خطأ أبدا، ما في خطر سيد، ما في مخاطر أبدا. هي هذه اللي أنا لفت انتباهي، آمن 100%. فنسبة الخطأ فيه جدا ضئيلة، تكاد معدومة تكون. يمكن الحين السؤال يطرح نفسه، ما هي الأوزان التي يمكن أن ما شاء الله يحملها هذا؟ برافو، سؤال رائع جدا. عادة عندك أنت مرضى ثقال الوزن، هاي في عندنا مشكلة كبيرة صارت. هذا الجهاز بيشيل لحد 250 كيلوغرام، فهذا رائع جدا إنه يشيل وزن ثقيل ويوديه مثلا إلى دورة الحمام مثلا المرحاض ورد يرجعه. فهون احنا صار عندنا حفاظ على حياة المريض بشكل كبير. صحيح، جميل جدا. اللي بيتحكم فيه مين؟ الدكتور. الدكتور بيتحكم فيه. الدكتور بيتحكم فيه او الممرض او المريض. الممرض هي اللي بتتحكم بالجهاز. الممرضة او الدكتور بيجي بيتحكم زي ما تشايفين بيشيل المريض، بيكون بشكل آمن وسلس جدا. الفكرة انه في عندنا احنا بمجتمعنا عندك مثلا مرضى اناث، فهون عندنا احنا مشكلة انه انا بدي اجيب لبين ما يجي المختصات عشان يشيلوا هذه المريضة، فممكن يكون حلقة حرجة جدا وممكن نخسرها. فهون احنا بممرضة واحدة فقط تحط الاربطة على المريضة وتشيلها وتشيلها من مكان تنقلها من مكان لاخر. نعم صحيح. خطر على بالي الان سؤال، ليش سمينا روبوت وليس جهاز صحي أو طبي مثلا؟ ما شاء الله. تمام. يعني هل هناك ذكاء معين في هذا الجهاز أو هذا الروبوت يساعد في إحنا أي شيء بنبرمجه؟ خلينا نتفق على كلمة روبوت، أي شيء بنبرمجه على طريق الكمبيوتر نبعت له أوامر معناته هذا روبوت. فهذا الجهاز إحنا في عنا برمجة مسبقة، ممكن نبرمج وضعيات معينة يشيل الجهاز يوديه من مكان لمكان، هذا اسمه روبوت، عشان هيك صار اسمه روبوت بهالطريقة. مطروح هذا 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 الروبوت سيد نمر، هو زي ما احنا حكينا اول جهاز يتم عرضه من خلال إكسبو في دبي في المنطقة كلها، هاي يعني حصريا كان. فيعني إكسبو اتاح للناس تشوف شغلات ما كانت تشوفها ابدا. صحيح. يعني بصراحة فهي هي ميزة إكسبو انه يشوفوا روبوتات مش موجودة. صحيح. هلا في شغلة تانية بالنسبة لهذا الروبوت، انه انت اعادة تأهيل كمان، مش بس نقل المرضى من سرير لآخر،
إعادة تأهيل. يعني أنت عندك مثلا إعادة تأهيل لازم يكون اثنين شايلينك أو ثلاثة يمشوا معاك بالتدريج. فهذا الروبوت أنت ممكن تحطه يحافظ على الأنسجة الأوتار بشكل دقيق جدا ويعمل إعادة تأهيل سريعة جدا. جميل. برأيك أستاذ نمر لماذا هذا التوجه الكبير لاختراع هذه الروبوتات وتواجدها في القطاعات الصحية بالتحديد؟ هلأ إحنا أهم نقطة عندنا أنه صار في تطور جدا كبير بالعلم وصار في الناس صارت تلجأ للأشياء الطبية بحيث أنها تقدر تسهل حياة الناس الأشخاص. هلا الروبوتات هذه دخلت بشكل كبير لانه احتياجها صار ضخم. انت كان روبوت ما كان روبوت كان بالمستشفى جهاز ضخم وزنه يمكن 2 طن عشان يشيل من مكان لمكان بغرفه واحده. هذا الجهاز ممكن تحطيه بغرفه تصغريه ل 80 سنتي يدخل من الباب وتحطيه بمكان ثاني ترد تفتحيه ل 250 سنتي يعني مترين شوي وترفع المريض او تتنقله. فهاي يعني من الاحتياجات اللي صارت بالنقل الطبي. ايضا ذكرت بعض القصص الدقيقه في بعض العمليات التي كان يصعب على بعض الاطباء الوصول اليها ولكن من خلال طيب. الروبوت احنا بنحكيها بالحلقه الجايه في روبوت راح يكون عده اذرع تدخل للمريض تعمل له عمليه جراحيه من خلال الدكتور بتحكم فيها ودقيق جدا بدخل الأوردة الدقيقه دقيقه جدا بسوي موجوده يعني في بعض الأطباء موجود متخصصين. موجود دراعين روبوت دراعين لكن الآن نزل فوق الأربع أدرع. نعم. يعني غرفة عمليات كاملة مع دكتور واحد. فهي نقلة نوعية بالطب إن شاء الله هتكون. لماذا الجناح الدنماركي هو الذي عرض هذا سؤال رائع جدا صراحة. أول شيء الجهاز صناعة دنماركية. نعم. عشان هذا اللي أتاح الفرصة إنه يعرضوه من خلال الجناح الدنماركي. فعشان هيك كان بصراحة يعني هذا اللي لفت انتباهي والجهاز صناعة دنماركية 100%. جميل. من خلال خبرتك وعملك المباشر مع هذه الشركة ما مستقبل صناعة الروبوتات بالنسبة لي أيضا الأمور الأخرى غير يعني نقل المريض بالنسبة لكبار السن التأهيل والأمور الأخرى الخاصة بالمشاكل الصحية؟ هلا أنا شقين راح أجاوبك عليه. الشق الأول أنت دير بالك على موقعك في الإذاعة لأنه الروبوت راح يصير مكانك. هاي من ناحية علمية متقدمة متطورة. من ناحية طبية راح يكون في عنا إحنا نقلة نوعية بأنك أنت هذا الروبوت نفسه مش بس بالمستشفى كمان ممكن توديه للبيت لأنه حجمه صار 80 سنتي ويقدر يشيل ويعمل إعادة تأهيل. فشخص واحد ممكن يعمل لك إعادة تأهيل وليس عندك لازم تيجي 4-5 أشخاص يحملوك ويمشوك واحد اثنين من جهة واثنين من جهة يمشوك لإعادة التأهيل. تعرف إعادة التأهيل تحتاج لأكثر من شخص ودقيقة جدا. إذا ما كانت إعادة تأهيل صحيحة ممكن الشخص يوقع. يعني إذا وقف كان عنده مشكلة في العضلات وإذا مشي شوي صغير راح يطيح يعني يوقع على الأرض. هون بهذا الجهاز راح الجهاز يمسكه كروبوتكس راح في مجسات وحساسات حيعرف انه هذا الشخص ممكن في لحظة مش ماسك نفسه ويعطي مؤشر الجهاز يمسكه ويرفعه. فهاي هي قوة الجهاز. ولكن ايضا سيد نمر يحتاج الكادر الطبي الى تأهيل وتدريب لاستخدام هذه الروبوتات ليس كذلك؟ ممتاز. برضو هذا السؤال رائع جدا. عشان هيك احنا بنحكي انه لازم نتجه للذكاء الاصطناعي ولازم نفتح الابواب انه كل الناس تروح حتى الطبيب يدرس الذكاء الاصطناعي ياخذ بس خبره. بس في هناك مراكز تأهيل الاطباء؟ نعم طبعا اكيد. الان في اشياء كثير العالم صار ردا كمان لسؤالك صار يتجه للاشياء الذكاء الاصطناعي في الطب بشكل ضخم جدا. هتشوفوا اشياء نزلت كمان شهر اشياء حصريه حتكون شيء بالمجال الطبي طبعا. ولكن هل هذا الموضوع بيغنينا عن وجود الممرضات الممرضين الاطباء قريبين من المريض؟ طيب. اذا هددنا انا وانت هلا فاكيد لا لا انا بدي اجاوب هذا الجواب مهم. يعني احنا بفتره كورونا شفنا كم خسرنا اطباء وممرضين بشكل ضخم جدا صراحه. والطبيب بكلف مش بس رقم بكلف كمان معنويا وإشي مهم جدا. فالروبوت راح يكون مساعد له. فهو بدل ما يصير فيه احتكاك مباشر حتى الممرضين بهذا الجهاز انت بدل ما الممرض يكون فيه ياخذ يلقط مرض من هذا المريض لانه المريض عنده فيروس او انه انت الممرض تنقل مرض لهذا المريض قللت العدوى قللت نسبه الموجودين. فهذا اللي احنا بنساعد فيه. فاحنا زي ما تفضل انه ممكن ندرب الممرضين والاطباء بحيث انه يكونوا مؤهلين انه يستخدموا هاي التكنولوجيا عشان ما يخسر وظيفته. جميل جدا. ولكن تحدثت ايضا سيد نمر عن انه هذه الروبوتات امنه. ماذا عن من يحاول اختراق هذه الروبوتات؟ هل أيضا ستكون آمنة؟ طبعا. هلأ كل شيء ممكن اختراقه. أي شيء هاي قانون 1+1 يساوي 2. أي واحد بيحكي لك غير هيك ما ترد عليه.
أي شيء ينشبك على الإنترنت يخترق. يخترق. لكن في جهات تعمل زي جدار ناري وجدار عشان ما يخليك تخترق هذا الشيء. زي بالضبط نعطيك مثال سريع، البيت تاعك إذا كان ما بدك تفتح الباب ما حينفتح، إذا سورك عالي ما حينط، يعني هذا بشكل مختصر. ولكن في نسبة مخاطرة طبعاً. طبعا طبعا قليلة. أي شيء ينشبك على الإنترنت اعتبره مخترق. طب ماذا عن مدى أهمية وجود الحس الإنساني والعاطفي في مثل هذه الأجهزة أو في حتى بعض المواقف خصوصا الصحية والطبية والتأهيلية؟ تمام. يحتاج الإنسان إلى إنسان مثله يشعر به، يعني يعطيه الجواب المتناسب مع علاجه. هلا بالنسبة للروبوتات ما فيها حس، يعني هاي كمان برضو نتفق عليها، ما فيها إحساس، يعني ممكن تبتسم ممكن هذا، بس ما في، ما بتعطيك نفس الإنسان الشعور الطبيعي، لكن هي حتكون مساندة ومساعدة بشكل كبير وتقليل نسبة الأخطاء اللي ممكن قد تكون من البشر. يعني أنت مثلا ممكن تروحي تبعتي واحد للتأهيل مو جاي على باله يداوم مثلا، عشان ما مش كلهم راح يجي وبتبسموا لك، عشان ممكن يشيل الحجي ولا الحجية يخلع له كتفه عشان يشيله لأنه بده يخلص دوام وبده يروح، صح ولا لا؟ يعني هاي بتصير، احنا بنحكي شغلات حقيقية، الروبوت مش حيعمل هاي الحركة، لكن بدك عشان هيك يعني إذا في عاطفة في ضد العاطفة. طيب فقط سؤال، مش مساعد للروبوتات أنا ولكن سيد نمر، يعني هل تعتقد أنه جائحة كورونا خلت الاتجاه أكثر إلى التكنولوجيا والروبوتات ينفتح أكثر؟ بالنسبة المئوية 99% بعد جائحة كورونا كله اتجه للروبوتكس والتكنولوجيا. نعم. الخبير التقني سيد نمر حسين إحصان، شكرا لك على وجودك معنا في إكسبو هذا الصباح. تسلموا. شكرا لك. الله يبارك فيك.